الهواتف الذكية الشهيرة أصبحت تتمتع بشاشات ممتازة من باب تنافس الشركات المصنعة لها لدرجة يصعب المقارنة بينها. تستخدم شركات الهواتف الذكية نوعين من الشاشات كتقنية AMOLED وتقنية LCD، ولكن تظل الحيرة توارد المستخدمين أيهما الأفضل وكيف يمكن اختيار الشاشة التي تناسب أذواقهم وحاجياتهم. بعض الهواتف الذكية لديها شاشات من نوع الكريستال السائل LCD، والبعض الآخر يمتلك شاشات من تقنية AMOLED، وتختلف مميزات كلا الشاشتين، فتقنية AMOLED لا تتطلب إضاءة خلفية، ولذلك فإن التباين البصري على الشاشة يكون كبيراً، كما أن ألوانها غنية والنظر إلى الشاشة من أي زاوية يكون جيداً، فضلاً عن أن بإمكان هذه الشاشة أن تكون مسطحة للغاية، علاوة عن أنها موفرة للكهرباء والطاقة IPS التي تجعل النظر إلى الشاشة من أي زاوية وغير مستهلكة للطاقة بغض النظر عن الألوان المعروضة على الشاشة، كما أنها معروفة بتمثيلها الطبيعي للألوان. التقنيتان أصبحتا حالياً متطورتان لدرجة كبيرة لا يمكن معها الإحساس بالفروق بينهما في الاستخدام اليومي، ولكن التساؤل الذي يطرح: كيف نميز بين الأصلي منهما والمقلد؟